الشعب شيخ فيها هملة بحورات محويس سولدو عروسيات. في الليل يحل فيسبوك يشوف نتائج كورونا تقولش عليه يشوف نتائج الانتخابات. كلامك صحيح، مش نقول لك أكثر من هك. العبيد شيخة وقاعدة تدور، والعبيد كلها ماهيش عارفة اللي يختار كبير قاعد يدور. أولهم أنا هاني نقول لك الحقيقة، معناها مانيش قاعدة نعمل في بافيت، مانيش قاعدة معناها نعمل في حد شيء، أما هاكا قاعدة نغسل في يدي وقاعدة معناها فهمت، هذيك هي الحاجة الكبيرة اللي احنا نعملوا فيها في تونس. أما قاعدين نشيخ ولا غالب، معناها مانيش قاعدين عارفين قيمة الخطر اللي احنا فيه تو. معناها ترى أنت الكورونا تعدت سحب عابرة، تونسي كان قايم بالإجراءات من بعد نساهم، رجع البحورات، رجع الجو. شوف احنا قعدنا 3 شهور ما نخرجوش من الدار، قعدنا منظمين، تعديت البلاد من فترة صعيبة. ومن بعد عاودنا كيف رجعنا من الفترة اللي احنا كنا مسكرين على رواحنا وكل شيء، رجعنا نحبوا ندوروا ونشيخوا ونحوسوا. اوكي هي نقصت، ما عادش خايفين كيما قبل. هي كي عاودت رجعت العباد ماهيش قاعدة تخاف كيف ما الاول، خاطر ماهيش برشا تاو الكورونا كي غير بدات ترجع. خويا البيئة تيخرت العباد، تو مانا الواحد تو باش يقعد في الدار يعمل حاجة صح. اختنا من العباد اللي عندها الفلوس زوال، إذا مش يجي واحد يقول له هاي خبزة ولا هاي بكو حليب بكو كبير صغيرك، ولازم العباد تخدم باش تدخل الفلوس، فهمني خويا؟ أنا الشعب التونسي مش حاضر لفترة حجر ثانية. دي مش حاضر الجمل، يا أخي بالحجر الساحي إيش عاملوا هم؟ خلوا العباد في الديار صاحبي كتير الشر، وما كم جوهم بيها يفرغوا في المجازانيات ويبيعوا بالوجوه وجوهم بيها. أنت في الحجر الساحل الأول شديت الدار ولا خرجت البر؟ أي بشر هذا كيف تخرج تلقى الحاكم في الحومة برا روح برا روح، ما عندك علاش خارج؟ شنو هي المحلول؟ كان العطاء باش تقعد باش تقلق باش تروح، بسيف عليك. معناها أنت ترى الشعب التونسي كان واعي ولا مستهتر في الفترة الأولى؟ خويا حسب حومتي كانوا مبعثين على الحكاية، خاطر كلها متيقن. كاتب له واحد كيف باش يموت اليوم بعد غدوه، صحيح الوقايه خير من العلاج، اما ذاك اش كاتب صح؟ كاتب لك حتى باش تمرض تبدا في وسط بيتك وما تخرج جمله وعادي تمرض، تنجم تجيك في كعبه كيك في كعبه بكو حليب، تنجم تجي في اي حد، وان شاء الله واحد ربي يسترك. ما نشوفش جمله نتائج الكورونا ما على باليش اصلا، والله راس خويا باش قدروا لي ربي انا نمرض ما نمرضش ما يسالش. معناها مستهتر ما عم بالك بارقام وزاره الصحه اللي تسجلت جديده؟ ما على باليش. شنو اللي يخليك ما عم بالكش؟ شنو اللي باش يخليني ما على باليش؟ ما عليش كورونا جا حكايه جديده هذي امورها تمشي وتجي. انا ما عندكش حتى وعي، ما عندكش الكورونا في ذهنك ما عندها حتى قيمه، ما تعني لك شيء؟ ما تعني لي شيء، انا واحد من الشباب ما تعني لي شيء، ندور تكون شو اسمه حجر صحي نقعد في الدار ما يسيالش. انا احترمه ما يسيالش نقعد في الدار. تعبون نقعد في الدار، نجي نروح تاو هم تاو نجي نروح نقعد في الدار. ما يقلقكش انك تعاود تقعد في الدار فترة اخرى كيما الفترة الاولانية؟ ما قلقنيش، تعديت الفترة الاولانية انا في باجة، خلي بالك شو قعد في الدار ما يسيالش. العبيد ماهيش خايفة وكها؟ يعني التونسي ما فماش وعي بالخوف، ما فماش وعي بالخطورة. الله غالب هذاك هو صحيح، فماش خوف، فماش خوف. التونسي ما ينجمش يسيب البحر، ما نجمش سايب البحر، ما نجمش سايب المحواس، ما نجمش اقوى حاجه ينجم يعملها يلبس بافيت. هذاك الشعب التونسي معناها ما نجمش يبدل، ما نجمش سايب ما يمشيش لوتيل ولا ما نجمش يمشي صيف ولا ما نجمش يمشي ما نجمش سايب شي خاطر هذوما الكل على خاطر شويه مرض. هو قبل كي كانت الكورونا معناها 3 شهور ما نخرجوش، فما عباد قاعده تخرج وتحوس وتدور، فبهي توا معناها ما تصورش. أولهم أنا خرجت شوية وتحصرت شوية، أما قاعدة عبيت قاعدة تخرج وتدور وتحاوس. فهمت؟ ثم حتى وعي هاو مثلا إن جملة. يعني شوية بخطورة إنه الكورونا في مرحلتها الثانية وفي عودتها الثانية واعية، أما زيد البافيت وكدرا شنو خنقة الحقيقة، كان مش واحد يموت خلي يموت على روحك. انت تقول لي تونسي جويست ما تمشيش معاه الحكايه هذه؟ شو سيغ احكي معاه اي عبد يقول لك مش الموت مش الموت كل الناس الكل وكها بوما واعيه. بالطبيعه صحيح، على خاطرش الشعب التونسي كله متمرمد مسكين وديما كورونا وديما للعنكوش، معناتها واحد وحده تبارك الله برا فهمتني. بالطبيعه
وجبدت البلاد والدنيا دخلت بعضها برشا برشا فهمتني ولا وما عادش كما قبل. انا نحكي لك راني ولد ومين ولد تاكسي وندور ونفهم ونعرف فهمت ولا جبدت على الاخر على الاخر ما عادش كما قبل يا حسره فهمتني ولا كل شيء في اي ميدان في اي ميدان تصور وانت في مخك كل شيء جبد ما عادش هاي كورونا هاي ما نعرفش الدنيا ولات مسكره هاي تصدق وما تصدقش قسما بالله العظيم زيد من با ساعه اخرى سنتر فيل تسكر ما عادش فيه العباد تخنقت سي للطوب فهمت ولا لكن كل خير شنو كورونا نورمال مو جو بتاع الصيف وديما حفلات وديما جو فهمت ولا ما عادش يا حسره للطوب الناس كلها توكينا تعرف شنو واحد كيجمع على مصروفه يتسمى يقول الحمد لله يا رب العالمين والله كيما نحكي وخويا وان شاء الله ربي جرع صليحه برا فهمتني وان شاء الله انت ربي يعينكم واحنا ربي عيننا فهمت ولا وان شاء الله ترجع تونس بخير وان شاء الله ديما التفائل ديما مزيان برشا برشا فهمتني وش مش وش يقول تونس نبوسوك يا تونس وراك انت الفل الفل وان شاء الله نحن الاولاد الكل نزها وبدمنا بدنيتنا ونبدوك يا تونس مش نتائج الانتخابات هذيك نتائج متاع واحد باش يضحك يلعب عليهم ما فماش كورونا في البلاد هي بطبيعتها شفت انت كورونا كورونا معنا سجلنا ارتفاع معنا في انت شفت كورونا باش نحكي معك انا ما شفتش في تونس كامل ما شفتش كورونا قدامي الحاكم يحكي كورونا والصحافة كورونا اما ما شفتش حالة انا قدامي تو انا عندي بريس 24 ولاية عندي فيها كلنا نعرفها لا واحد فيها مهز التليفون قال لي انا شفت كورونا حالة متاع كورونا كيفاش تحبني نصدق اللي كورونا موجود في تونس معناها في تونس تقول انت الكورونا كذبة الكورونا طلعوها في تونس باش يسيسوا بينا صاحبي مع الدول باش يدخلوا بينا شويه فلوسك على ريوس الصحاح احنا ما عندناش كورونا في تونس انا انت تم في وجود الكورونا في تونس انا ما شفتش كورونا ما فهمش كورونا انا وزاره الصحه اليوم تقول لي الاحصائيات نتاع الكورونا في تقدم وانت تم في الوجود جمله انا ما فيه جمله ما فهمش جمله زيد كيف فما حاله وضعي هنا انفصل حاله خلينا نشوفوها خلينا نعرفوا اللي هي فما كورونا في البلاد اعطينا حاجه ملموسه تعطينيش كلام كلام كلنا نجمو نحكو ونجمو نعملوه والله موضوع الكورونا موضوع كبير صار شيك يعني هل احنا معنيين بالكورونا ولا لا بالنسبه لي انا فماش حاجه اسمها كورونا معنا في تونس انت تم في وجود الكورونا احنا اصلا ماناش مستهدفين بالكورونا جمله خاطي المجتمعات المستهدفه ظاهره شكون فهمني يعني المجتمعات النفطيه والمجتمعات الدول المتقدمه فهمني شنو هي السبب اللي يخلي احنا مانيش مستهدفين؟ خاطر احنا شعب نامي. شعب نامي، ما عندناش امبلونتاسيون تاع ليبوتوجي 5 تاع ليبوتوجي 5. معناها انت تم في وجود الكورونا في تونس ووزارة الصحة معناها هي قالت اللي فما حالات تزادت. سيف عليها وزارة الصحة باش تقول هكاك، ونظرا باش تاخذ ليبات وتاخذ تبرعات نتاع المنظومه العالميه الكل نتاع المنظمه العالميه للصحه فهمني هو التفسير واضح انت نسالك سؤال واضح علاش اي حاجه تهبط على الكورونا تفسخ من مواقع الاتصال التواصل الاجتماعي جاوبني على السؤال هذا علاش اي حاجه تهبط تخص الكورونا تتفسخ اوتوماتيكمون مواقع التواصل الاجتماعي علاش شنو السبب خاطر اللي عملوا الاستوار نتاع الكورونا هما اللي سايروا في المواقع يعني التلاقيح حتى شكون متصدر وقاعد فهمني يجري باش يعمل التلاقيح هو بيل غيتس فهمني وشي هذا واضح بدا من الفيديو اللي تعمل في عملوه قدام البيت الابيض في امريكا الاطباء وقالوا راه العلاج موجود وهي شنو هي الضغط كما نقولوا احنا فهمني كما الانسان يبدا اسفيكسي فهمتني بصير ما يتنفس وتطلع في الناس هذيك هي حكايه الكورونا اللي هما لي شون الكترومانيتيك نتاع لي بوتوجي 5 الكورونا في تونس ما فماش حاجه عندنا كورونا لي اثبات صحيح انه فما حاجه اسمها كورونا تفسير العلمي نتاعها هي فهمني ما فماش حاجه اسمها كورونا لهنا في تونس ولا في المجتمعات الناميه امشي لافريك سمعتش حالات برشا في الافريك فماش حالات في افريقيا خاطرهم دول نامية ما عندهمش لامبلوتاسيون اشقنا اشقائنا الجزائريين معناها سجلوا حالات مرتفعه دوله نفطيه فيها البري انستالاسيون تاع جي 5 خاطرهم سابقين في التكنولوجيا بالنسبه عندك المغرب والجزائر سابقين في التكنولوجيا الرقميه سورتو بعد الثوره ورجع لنا فهمني عندهم لي امبلوتاسيون شنو هي البوتو جي 5 كيما ال 4 جي جي 5 هي ال 5 جي
كورونا كورونا لقاو الدواء، قال لك روسيا لقات الدواء. يعني ما عادش فما خوف من ناحيه انتشار المرض؟ فما خوف، علاش ما فماش خوف؟ فما خوف، فما واحد لازم يرد باله، خاطر باش تسكر البلاد حكايه فارغه، فهمت؟ العباد ما تخدمش، العباد لازمها تخدم باش تاكل، خاطر العباد كي ما تخدمش ما تاكلش، فهمت ولا؟ احنا توا عايشين في وضع صعيب 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 على الاخر، وبلادنا غلات، وصحيح عندنا كورونا وان شاء الله ربي يسترنا وكهو، اما يلزمنا يلزمها البلاد تخدم، خاطر العباد كي ما تخدمش باش تولي بركاجات ومشاكل وبرشا حاجات صايره في البلاد. انت تقول تولي فوضى في البلاد، فوضى عارمه. بالطبيعه كي العباد ما تخدمش ما تلقاش من تاكل، بالطبيعه باش تولي فوضى. يلزمنا نخدموا على رواحنا ويلزمنا نرد بالنا. الحمد لله تونس العاصمه لحد الان يعني ما فما حد شيء. والله فما ثم شويه وعي وثم شويه زيد قلق. قلقت العباد وفدت. فهمت؟ ثم الغالب. عارفين هالكورونا، عارفين المرض، عارفين كل شيء، اما يا خويا قلقوا فدوا العباد و مستعده تعاود تعدي حجر ثاني في الدار؟ لا والله مستعده، مستعده انا واحده من الناس مستعده. أنا لو المرة عديت الحجر الصحي ما خرجتش ثلاثة شهور من الدار. شنو رأيك في الشعب التونسي، كان مستهتر ولا كان واعي؟ والله مستهتر، مستهتر الحق نتاع ربي مستهتر. الشعب التونسي أي مستهتر، خاطر الشيء قاتلين عمايل تزيد، عمايل نسمعوا بالحالات يتزادوا. توا وزارة الصحة سجلت أرقام جديدة في الكورونا، منها معناها معظمها ارقام محليه، كيفاش انت تعليقك على الحاجه هذه معناها؟ والله انا نقول التعليق نتاعي يا خويا يحذروا شويه ونخافوا، يلزمنا بالقدا بالبيه زيدا.